رمضان كريم. حكينا بحلقات سابقة عن العاصفة أليكسا، وحكينا أن العاصفة أليكسا واحدة من أقوى ثلاث عواصف أثرت على منطقة بلاد الشام خلال آخر 30 عام. اليوم رح نحكي عن عاصفة قوية جدا تعد واحدة من أقوى العواصف في التاريخ اللي أثرت على بلاد الشام والأردن. طبعا أكيد بنحكي اليوم إحنا عن عاصفة 2003. في نهاية شباطنا العام 2003، تحديدا بالفترة ما بين 24 وحتى 26 شباط، تأثرت بلاد الشام والأردن بعاصفة ثلجية قوية استمر مدة تأثيرها لثلاث أيام. طبعا للمعلومة، يعتبر نهاية شباط، تحديدا الفترة من 24 ل 28 شباط، تواريخ سحرية لمحبي الثلج والمنخفضات القوية. ليش؟ لأنه عندنا منخفضين أو عاصفتين ثلجيات من أقوى العواصف الثلجية اللي أثرت على المنطقة كانت بهذا التاريخ أو بهاي الفترة. بنحكي عن ثلجة 2003 وثلجة عام 1992 الكبيرة. وبالعودة لثلجة 2003 الكبيرة اللي هي عنوان حلقتنا اليوم، بنشوف ان الفترة من 24 ل 26 زي ما حكينا كان في عنا عاصفة ثلجية قوية بدأت يوم الاثنين اللي هو يوم 24 بهطول متفرق ومتقطع للثلوج مع حدوث بعض التراكمات في شمال ووسط المملكة. لكن مساء الاثنين وليلة الاثنين والثلاثاء هبت عاصفة ثلجية على المنطقة الشمالية والوسطى، امتازت باستمرار هطول الثلوج وايضا كان برافقها عواصف رعدية شديدة، ووصل حينها مع ساعات صباح الثلاثاء مستوى التراكم حوالي 30 سنتي في المرتفعات الجبلية العالية. يوم الثلاثاء استمر تساقط الثلوج زي ما حكينا، واستمر ازدياد التراكم في المنطقة الشمالية والوسطى، لكن الجميع تفاجأ انه بحسب كانت التوقعات الجوية ذروة تساقط الثلوج راح تكون ليلة الثلاثاء الأربعاء، وكل اللي راح لسه كان هو تمهيد لذروة هذا المنخفض أو العاصفة الثلجية. ليلة الثلاثاء الأربعاء حبت عاصفة ثلجية قوية على المنطقة الشمالية والوسطى، أدت إلى زيادة التراكم بطريقة كثير كبيرة، وصحينا صباح الأربعاء وظهر الأربعاء لقينا التراكم وصل لمتر تقريبا في المناطق العالية بعمان، وقارب المترين في المناطق الجبلية العالية في محافظة عجلون. واستمر طبعا تأثير هذا المنخفض الجوي حتى صباح الخميس، بعد هيك بدأ بالانحسار التدريجي وصارت الأجواء يعني باردة جدا، واستمر طبعا تواجد الثلوج على الأرض لأنه كان الثلج عبارة عن كثبان ثلجية في المناطق سواء الشمالية والوسطى. الطرق كانت تقريبا غير واضحة من تراكمات الثلوج، معظم السيارات طمرت تحت كميات كبيرة من الثلوج، بفعل كمية الكبيرة اللي هطلت على المملكة بالثلج من بين 24 ل 26 فبراير. طبعا مثل اي عاصفه ثلجيه رافق هاي العاصفه انقطاعات في التيارات في التيار الكهربائي في مناطق واسعه من شمال ووسط المملكه، وايضا تم تعليق الدوام والدراسه لمده 3 أيام بفعل هاي العاصفه الثلجيه الكبيره. وبهيك تعتبر ثلوج نهايه فبراير من عام 2003 واحده من اقوى العواصف الثلجيه اللي اثرت على المملكه بالتاريخ الحديث. اذا كان عندكم ذكريات لهي العاصفه الثلجيه او عندكم حتى صور لهي العاصفه الثلجيه، لا تنسوا تشاركونا اياها في التعليقات في اسفل هذا الفيديو. سلام.